الفرح بقى فستان العروسه. سمعت كده والله اعلم يعني ان هو على العريس. هو ده حقيقي؟ بص هو انا الحاجات دي انا التفاصيل دي ما بفهمش فيها قوي. الحمد لله. ولا تسالي فيها. لا اسال فيها. واختي متجوزه ربنا يخليها. بسال بقى واقعد افنن. بس هو الفرح كله على العريس مفروض يعني. والفستان برضه والبوفيه. في ايه؟